صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس الرقمية وتونيزيين أمريكان ما كانوا يشاهدوا فينا توا في المباشر. متواجدين توا في المباشر في القاعر المغطاة في بيجا، مركز التجميع الجهوي لنتائج الانتخابات التشريعية. كما تشوفوا توا نهاية عملية يعني تجميع الأصوات وفرزها. كما تشوفوا حاليا هذه النتائج الأولية الموجودة عندنا في انتظار إعلان النتائج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نعود نفكر كل مشاهدينا توا في المباشر نهاية عملية تجميع وفرز الأصوات بالقاعة الرياضية المغطاة، المركز الجهوي للتجميع في بيجا كما تشوفوا، في انتظار الإعلان على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الساعات القليلة القادمة من قبل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببيجا. نفكروا كل المشاهدين اللي تقريبا نسبة الإقبال في بيجا بلغت إلى حدود البارح إلى حدود الساعة 6 مساء، وفق المعطيات الأولية نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات التشريعية في بيجا بلغت 9.3. تقريبا البارحة نسبة الإقبال على التصويت في ولاية بيجا اللي تضم 4 دوائر انتخابية، نسبة الاقتراع بلغت 9.3%، منهم يعني 23,630 ناخب شاركوا البارح في الانتخابات التشريعية، من جملة أكثر من 254,000 مسجل في الانتخابات التشريعية. Blanc.